ميد راديو. ميد راديو. نتكلم على أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني، ومنير شويعر هذا مهاجم دييغو الفرنسي اللي متألقين بزاف منذ بداية الموسم. هذا التألق ديالهم يعني خلهم أنهم يكونوا في تشكيلة الشهر في أوروبا لأقل من 21 سنة. أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني، ومنير شويعر مهاجم دييغو دييغو حيت هو يما يقمقم ويجمجم ويغمغم، ولكن منير شويعر اللي تعرض الإصابة ويروج انه كان سيكون منادات على المنتخب الوطني، ما عرفناش شنو خصنا. تمنيات اللاعبين من المنتخب الرسمي المنتخب الوطني المغربي تراجع المستوى ديالهم بكبير. فيصل فجر مثلا دائما حاضر، فين هو فيصل فجر؟ ما كاينش فيصل فجر، ما كيلعبش حتى مع النادي ديالو، ما كيدخلش في التشكيله الرسميه. ومجموعة من اللاعبين لا بالهند في نهارو ولا ومنير جا فوقته كان ماشي يكون في وقته، ولكن هو تصاب قلت. وإضافة بحكم أنه كيف ما كنقولوا دائما ما كيكون عندنا دائما ما كيكون عندنا احنا مشكل ديال رأس حربة، مشكل في الهجوم و ففرحاني كذلك بزاف التألق ديال النصيري غادي مزيان، ونتمنوا أنه فاش يتجمعوا عندنا يبقاو مزيانا رفقة النخبة الوطنية.